فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات. نار الدنيا نار حمراء أو خضراء، ولكن نار الآخرة لا لون لها، ظلمات. هذه تستحق أن تخافها. أمام نار جهنم لا يقف شيء، والمجتمع الذي يؤمن بأن مصيره إما جنة وإما نار ولا توجد منطقة وسطى بينهما، هذا المجتمع مجتمع يندفع إلى الخيرات ويمتنع عن المعاصي، يمتنع عن الموبقات. تصور نفسك في نار جهنم وخف منها، أما حينما تتصورها على الجيران لا تخاف منها. تصور حفرتك إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. خافوا من النار كأنكم معذبون فيها، وارغبوا في الجنة كأنكم منعمون فيها. قد يجد الإنسان صعوبة في تحمل مشقة في سبيل الله، فإذا تذكر أنه لو لم يتحمل هذه المشقة لاحترق بنار جهنم، امتنع عن عدم تحمل المسؤولية. قد يجد الإنسان ربحا محرما ويجد في داخله صعوبة في الصبر على عدم الحصول عليه، فإذا تذكر أن نار جهنم لا يستطيع الصبر عليها، امتنع عن الحصول على ذلك الربح. قد يجد الإنسان صعوبة في الامتناع عن موقف محرم، الله أوجب عليه أن يقف مع المظلوم ولكنه يجد صعوبة في ذلك، يريد أن لا يتحمل هذه الصعوبة ويقف مع الظالم. هنا لابد أن يتصور نفسه حطبا لجهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله لا يمزح معنا حينما يقول أن جهنم للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذه هي الحياة، هنالك الحياة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما دامت هي حقيقة فلا بد أن نحسب لها حسابا. يقول الواحد منا أنا ضعيف أمام المرأة. جيد، أنت ضعيف أمام امرأة في الدنيا تشيخ وتكبر وتعجز وتموت وكل جمالها ينقلب إلى قبح، لماذا لست ضعيفا أمام الحور العين؟ إذا سألنا لماذا يرتكب العصاة المحرمات في الدنيا، فالجواب لأنهم لا أباليون، يريد أن يعيش لا أبالي، يعني ترى في عمله لا وجود لشيء اسمه جنة ونار. لابد أن يكون في ذهننا في مخنا ميزان، كفة منها جنة وكفة منها نار. الإمام علي يقول ليس لهذا الجلد الرقيق صبرا على النار فارحموه. الله يقول في حديث قدسي عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، وعجبت لمن أيقن لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالجزاء كيف لا يعمل.
أوه.